من القاهرة تحية رائعة لكل المشاهدين. زمان كانت مساحة صفحات الحوادث في الصحف المصرية باب صغير وأخبار قصيرة بدون تفاصيل. دلوقتي أغلب الصحف عندها ملاحق خاصة لأخبار الجريمة، ده غير برامج التلفزيون. زمان كانت خناقات الجيران لما تتطور بالكتير تظهر فيها الأسلحة البيضاء، دلوقتي خناقات الجيران فيها مولوتوف. الواقع بيشهد انفجار في معدلات الجريمة في الشارع المصري، وبيشهد كمان على تغيير نوعي في طبيعة الجريمة وعلى كمية القسوة والبشاعة التي تظهر فيها. صحيح الجريمة مش جديدة على أي مجتمع، لكن تواترها وتكرارها بهذه الطريقة يجعلنا نتساءل عن المتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة. سلوكيات الشارع المصري ودرجة العنف فيه أصبحت تثير المخاوف إلى أبعد الحدود وأكثر من أي وقت مضى. كيف تسربت كل هذه القسوة وكيف انتشر كل هذا العنف في سلوكيات الناس؟ كل يوم تطاردنا عشرات الحوادث، من قتل زوج لزوجته وإحراقها، ومن قطعت جسد الزوج بالسكين، ومن قطع رقبة جارته، ومن علقوا جثته في الشوارع. هل أصبح مبدأ حقي بدراعي هو سيد الموقف؟ وهل أصبحت البلطجة أسلوب حياة؟ ولماذا توحشت السلوكيات على هذا النحو؟ وهل هذه ظاهرة مؤقتة أم أنه تغير ثابت وسائد في جينات المصريين؟ لماذا اتخذ العنف أنماط مغايرة في المجتمع؟ وهل أصبحنا بهذه القسوة؟ والأهم، هل هناك حلول؟ الليلة الحكاية عن العنف المنتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم، عن البلطجة التي أصبحت أسلوب حياة، عن حكاية جارتين بلغ العداء بينهم والرغبة في الانتقام إلى درجة استخدام المولوتوف. حكاية بجوار حكاية تصنع وتكمل أجزاء المشهد الفظيع الذي نعيشه، وتكشف كيف أصبحت الحياة منتهى العنف. بعد شوية عندنا تجارب واستفهامات وتفاصيل، نشوفكم بعد شوية. أهلا بيكم. الجيران لبعضيها، والنبي وصى على سابع جار، والجار قبل الدار، كل الكلام المهم والحلو ده، وأمثال الجدات وحكم ولاد الأصول بقت نسيا منسيا على أرض الواقع. الجيران مش لبعضيهم دلوقتي، الجيران ممكن يوصل بيهم الحال لحد تفجير بعضهم بالمولوتوف. معانا الأستاذة كريمة شعبان، أهلا بحضرتك. أهلا. الحمد لله على السلامة. أستاذ كرم شعبان، أهلا بيك. أستاذ مجدي أنيس، أهلا وسهلا. وأستاذ عمرو عبد الفتاح، أهلا وسهلا. أستاذة كريمة، أسمع من حضرتك إزاي حصل إن يوصل بينك وبين جارتك إن أنتوا توصلوا لحد المولوتوف؟ ما كانش في حاجة، يعني خلافات عادية، هي كانت بتاخد مني حاجات من عندي من المحل. حضرتك عندك محل؟ عندي محل بقالة. وهي كانت بتاخد حاجات، فأول مرة خدت حاجات. كانت بتاخدها شكوك يعني، ولا كانت بتاخدها إيه؟ كانت بتاخدها ممكن مثلا تيجي تاني يوم تديني الفلوس كده يعني، فانا عادي يعني. فاول مره خدت حاجات وما حسبتنيش، فجيت بقول لها تاني يوم، قالت لي انا حاسبتك. قلت لها لا، انت ما حاسبتنيش على حاجه. قالت لي انا حاسبك وبديك الفلوس. فطبعا كان مبلغ بسيط، فانا ما دققتش وقلت لها على العموم براحتك اللي تشوفيه، بس انا ما خدتش منك حاجه. فبعدها برضو عملت نفس الموقف، كانت واخده حاجات وبعدين جت بتاخد حاجات تانية، فبقول لها كان عليك فلوس قديمة. قالت لي بتوع ايه؟ فانا قلت لها كان بتوع ايه وكده، وقعدت افكر فيها فافتكرت. فهي بقى طبعا قعدت تجادلني بقى ان الفلوس اللي قبل كده ان هي كانت دفعها يعني وكده. فانا قلت لها براحتك اللي تشوفيه، بس انا ما خدتش حاجة. فطبعا طولت ايديها عليا يعني، طولت لسانها الاول. فقلت لها خلاص ما تدخليش المحل تاني وما تجيش هنا تاني. فراحت مسكاني ضرباني وشدني من شعري وخربشت وشي، فراحت شايله الحاجات من المحل بحطراها على الارض وهي ماشيه. قالت لي انا هقتلك وحقضي عليكي خالص. فانا عادي بقى قلت يعني كلام عادي مش مشكله يعني، ده خلاف بسيط مش معقول هتعمل كده. فروحنا ردينا على جوزها،
جوزها قعد سيبها للاخر، وفي الاخر قال لي ده انا هخليها بعد كده اضربك بالجزمه. جوزها؟ جوزها. يعني هو بيحرضها على العنف؟ ايوه. هي بقى ما اعرفش راحت حكيت له قبل كده او ايه اللي حصل، فهو بقى يعني اصلا نازل واللي في دماغه كده، اللي في دماغه ان هو يقول كده. فعادي بقى روحت انا وجوزي، وبعدين كنا يوم الجمعه الصبح يوم 27/2، فتاني يوم يوم السبت 28/2 عدى عادي مفيش مشاكل. فيوم الحد كان 1/3 لقيت بالليل واحد وانا واقفه في المحل زاز من المحل، وكان معاه واحد على الموتوسيكل، كانوا اتنين بموتوسيكل غريب مش من البلد. وبعدين انا ما شفتوش طبعا، ما خدتش بالي، كان في واحده واقفه معايا وهي انا واللي اتهنى. حضرتك منين؟ من بلد تبع محافظه المنوفيه مركز اويسنا اسمها بيت ابو شيخ. ف لو اتهنوا فهو خدها وشربها بعيد كده عن المحل شويه، ووقف استنى على ما المحل ما يبقاش فيه حد، المحل فاضي. وبعدين انا خارجه من المحل في الشارع كده ببص لقيت واحد قدامي بولع حاجه كده نار، انا عمري ما شفت من طفل ولا شفت الحاجات دي خالص طبعا. لقيته بولع نار كده وماسك في ايده حاجه مولعه، طبعا مش عارفاه ومش عارفه ايه اللي في ايده ده. فانا وقفت بصيت له كده ولسه بقول له حاسب لو تولع فيك، عشان هي كانت قريبه منه ممكن تمسك فيه. فلقيته راح رميها عليا كده من غير ما اعرفه، اول مره في حياتي اشوفه. فطبعا ما عرفتش اعمل اي حاجه، حطيت ايدي كده على عينيا علشان انا كنت واقفه شكلها متاثر طبعا، غطين وشك عشان اثار التشوه، انت مش حابه انها تطلع. ايوه حطيت ايدي على عينيا كده، فحسيت بانفجار كده، حاجه انفجرت فيا وزي ما كنت طرت في الهواء. فطبعا كنا حوالي الساعه 9 بالليل، ما كانش في حد في الشارع في الوقت ده، كنا 1/3 احنا في قريه والناس كلها بتدخل من بدري وتقفل الباب. انت كنت لوحدك؟ ايوه كنت لوحدي. فبعدين طبعا قعدت اتمرق في الارض عشان احاول اطفي نفسي، لان انا مولعه ومش عارفه اطفي نفسي ازاي ومفيش حد في الشارع يطفيني. فلقيتني ما بتطفاش، فنطقت الشهاده وقلت انا كده كده هموت، اتشاهد بقى وخلاص. فبعد ما نطقت الشهاده الناس بقى طبعا صوت الانفجار على ما خرجوا من بيوتهم، كنت انا بقى مولعه بقالي شويه، جه واحد لفني في بطانيه طفاني. طبعا الشخص ده انا اول مره في حياتي اشوفه، بس بعد كده مع تحقيقات المباحث تحقيقات النيابه هو قال في التحقيق ان هو كان على علاقه عاطفيه بيها وكانت خطيبته، يعني هو يعرفها. طب قبل ما نوصل للمرحله دي يا كريم، انت كان معاكي ابنك الصغير ساعه لما حصل كده؟ كان معايا ايوه ابني الصغير، بس هو كان في المحل ساعتها وانا سبته وخرجت وقلت له ده انا ما تنتقلش. هو بقى على ما خرج خرج لقاني مولعه، طبعا بقى يعني جات له حاله رعب وبقى بيتفزز وخايف وقلقان ودايما يصحى من النوم يتفزز وكده. استاذ مجدي حضرتك جوزها، انت ما كنتش معاها في اللحظه دي؟ انا كنت في المخزن جوه بين المحل والمخزن مسافه صغيره. بس لما طلعت لقيت سروقه، لقيت سروقه الصوخ مراتي، ببص لقيت مراتي مولعه، قعدت اطفي فيها، ابص على الواد شفته من ظهره كان لابس جاكيت، قمت واخد مراتي مكلفتها قمت واخدها على المستشفى. يعني انت شفتها والنار ماسكه فيها ولا لما طفيتها؟ يعني ولا هي بتقول ان في حد جه بالبطانيه؟ ايوه لفتها. ايوه لفتها وطفت، وبعد كده وديتها على المستشفى، شفت الواد من ظهره هم اتنين كبير على الموتوسيكل. ولما رحت المستشفى الحروق كانت من انهي درجه؟ كانت درجه عاليه. كانت الحروق كانت كبيره قوي، بس مش عارف كان يعني كانت مأثره في جسمها قوي. قعدت كام يوم في المستشفى؟ قعدت 4 ايام، وبعد كده خرجت تابعت مع دكتور بره. قعدت يعني بقالي شهرين ولسه لحد دلوقتي ماشيه على علاج وماشيه مع الدكتور، ولسه الفتره طويله. يعني لسه ما خلصتش علاج والعلاج مش محدد بفتره. طب هل الست دي جر شكل يعني مع الناس كلها كانت يعني سمعتها مثلا سابقاها، ولا أيوة. انت كان في بينك وبينها مشاكل شخصيه ولا لا؟ ما كانش في مشاكل خالص قبل كده، هي كل الحكايه ان انا يعني انت ما تحسسنيش ان انا مش عارفه حاجه، انا عارفه، انا عارفه كنت اديتيني ولا لا، فانت طالما يعني قلت ان انت اديتيني انا مش هعمل معاكي يعني كده على مبلغ بسيط. اول مره تتخانقوا مع بعض؟ ايوه اول مره يتخانقوا مع بعض. هي ما لهاش سوابق قبل كده في الخناق مع الجيران؟ هي بتتخانق مع الجيران.
لها كذا حد بيتخانق معاها. ايوه بس عمرها ما استخدمت المنطوف. سيئه السمعه ولها كذا وقع في محلات زي كده، بس هم عشان كانوا ناقلين المحل، كان محلهم في مكان تاني ولسه نقلوا المحل جنبها، فحصلت الواقعه دي. طيب استاذ عمرو، في شهود شافوا الناس وهم الراجل وهو بيرمي عليها المولوتوف؟ يا حضرتك طبعا ثلاث شهود شافوا الكلام ده. في اولا واحده اسمها هبه كانت واقفه في المحل، هي اللي ادته حضرتك الازازه اللي اتكلمت فيها دي، ادتها له. مجدي شاف طبعا وهو خارج من المخزن، لمحه من ظهره، وفي طفل صغير لقى التليفون وشافه وهو بيجري بعد ما عمل العمله بتاعته دي طبعا. وهم شهدوا عليه؟ شهدوا عليه في تحقيقات النيابه طبعا. طب انتم من بلد صغيره في الارياف، المولوتوف ده في متناول يد الجميع يعني عادي؟ هو مش طبعا، مش في البلد، هو شخصي. يعني حاجه غريبه، اول مره تحصل بالطريقه دي وبالبشاعه دي. ده اذا كان بينم على حاجه، على ان هو عاملها عن سبق اصرار وترصد، وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي، انه يجي واحد يتنقل من بلد بعيد عن البلد دي بحوالي 20 كيلو. ايوه بس هو، طب هو في التحقيقات برر الانتقام بايه؟ ان الست دي بينفي طبعا. طبعا لازم ينفي التهمه عن نفسه، ولكن الموضوع ثابت من اقوال الشهود. المجني عليها نفسها متعرفه عليه وقال ان هو ده، تحرت المباحث مأكده الكلام ده على ان هو ده يعني. لكن هو ما جابش سيره جارتها دي. هو لازم ينفي طبعا. هو طبعا لما اتسال على جارتها دي قال ان كان في علاقه عاطفيه وكنا بنحب بعض وكلام من القبيل ده. يعني بينتقم لها يعني برجوع هدي؟ ما اتكلمش في حاجه زي كده، قال ان هو بينتقم او ان هو بيعترف بالواقع، ولكن طبعا يعني برر العلاقه اللي قبل كده اللي موجوده ما بينه وما بين المحرضه دي، واكدها يعني، اكد ان العلاقه دي موجوده. ما نفاش الكلام ده. والموقف ايه في التحقيقات العاديه؟ الموقف سيء جدا بصراحه. لا واصلين لأني نقطة يعني؟ واصلين دلوقتي ان القضية فاضلة في النيابة على تحريات سؤال لضابط الواقع، اللي هي التحريات النهائية بتترفق بالأول. العقوبة اللي زي يعني العقوبة هنا بتبقى ايه؟ العقوبة في الأصلية لو وصلت لحد القتل بتبقى الإعدام طبعا، انما دي شروع فبتبقى أقل درجة، ممكن توصل لمؤبد. والاتنين نفس الجريمة ولا هما كان واحد؟ حضرتك هما كده ثلاثة، في محرضة، في واحد اشترك مع المتهم الاول اللي هو طبعا جه وجايب له الموتوسيكل لحد البلد دي ومشترك وعارف الجريمه كلها ابعادها ايه كويس جدا. فلحد دلوقتي طبعا المباحث ما جابتش الا هو المتهم الحقيقي، غير كده ان هو المتهم الاولاني. طبعا المحرضه دي المباحث استبعدتها من التحرير بتاعتها، قالت انها لم تتوصل لدورها. لحد دلوقتي قالوا ان كان في شخص اخر شارك في الكلام ده وكان موجود على مسرح الجريمه، لحد دلوقتي التحريرات ما توصلتلوش، والقضيه على وشك انها تنتهي على كده وتحل المحكمه، وان الست دي كده ممكن ما تاخدش حقها بالمنظر ده. حضرتك لما استاذه كريمه قالت ان انتوا رحتوا لجوزها، جوزها ما انصفكوش بالعكس؟ لا ده كرشنا من بيته. بعد كده ابوه جه بعدها بثلاث ساعات كده قال لها معلش والحكايه والروايه والناس ما خدنا ايه وبقينا ماشيين. طب استاذ كرم، هل بعد الحادثه هم الست دي اسرتها لسه موجودين في البلد، حاولوا يتواصلوا معاكوا، ايه موقفهم؟ موجودين في البلد ايوه، وطبعا هو المشكله دلوقتي ما بقتش معاهم هم، المشكله دلوقتي مع الشخص المتهم ده، بس المشكله ان هو وقع منه تليفون يعني، وده كان في صالحنا احنا. التليفون ده قعد حوالي 45 يوم في المباحث وما عملوش بيه حاجه، مع ان فيه صور للمتهم وفيه صور للشخص اللي هو كان شريك معاه، الشخص الاخر، والمباحث ما عملتش بيه حاجه ولا حظته في القضيه. وفي الاخر رحت المباحث حوالي 3 4 مرات او 5 مرات انا والاستاذ عمرو عشان نجيب التليفون ده، فين وفين على ما توصلنا خدنا التليفون وما رضوش يحرزوا لنا في المباحث، وخدناه وقال لنا روحوا حرزوه في النيابه، خدناه ورحنا النيابه. يوم الاربعاء حضرتك تقصد ان ده تقصير من المباحث؟ ايوه تقصير من المباحث. وتقصير من المباحث ايه؟ ايه؟ مباحث ايه؟ مباحث وسن. وسن. أي. ان التليفون يقعد 45 يوم في المباحث وما فيش عليه ارقام تليفونات، وعليه رسائل للمتهم ده مع بنات، وعليه تسجيلات له مع بنات، ازاي التليفون ينحط كحته حديده في المركز وما يعملوش بيه حاجه؟ المفروض انا مش انا اللي ادور على التحريات دي، المفروض هم اللي يدوروا. كريمه، اكبر خناقه عندكم في بلدكم وصلت ليه؟ سيبك من القصه بتاعتكم لانها دي حاجه بصراحه عمري ما اتخانقت مع حد اصلا قبل كده، واول مره في حياتي اتخانق مع حد. مش بتكلم عليك عمري. اي خناقات في البلد عندكم اكبر حاجه ممكن توصل ليه؟ يعني ممكن يتخانقوا يضربوا بعض يمسكوا في بعض، بس مش اكتر يعني، عمري ما حاجه حصلت زي دي في بلدنا. القصه بتاعتك دي اول ظهور للمولوتوف، اول حاجه تحصل في بلدنا. طب هل انت شفتيها بعد الحادثه؟ شفت الست دي؟
لا انا ما شفتهاش لسبب لاني من ساعه الحادثه انا في البيت ما خرجتش خالص. الاول وقلت لها بص المحل كده وقلت لها بص يا باشا اخر ما زيت انت واقف لها في الشارع بقول لها بصي بقى خليكي بص انا معاك اهو تقدم على حد ما حد داخل الشارع. طب الجيران التانيين بيتعاملوا معاها ازاي؟ الناس عارفين ان هي إيه؟ البلد كلها مش طايقاها مش عايزينها توقف. الواد المتهم جه قال في السجن انا حرقت البلد بحالها. انا حرقت البلد بحالها. الراجل ده ومراته بيشتغلوا ايه؟ الراجل ده بيشتغل في شركة المقاولون العرب ومراته ست بيت. ربة منزل يعني ما بتشتغلش في أي حاجة. طيب احنا بنشكر استاذ مجدي واستاذ عمرو واحنا لسه مكملين. وكشفت دراسه اجريت على عينه من سكان القاهره عن سوء العلاقه بين الجيران اشارت الى ان 77% من الاسر تشكو سلوكيات جيرانها و46% منهم لديهم علاقات سيئه مع الجيران و13% وصلت بهم المشكلات الى حد العدوان والايذاء البدني واقسام الشرطه بعد فشل جهود الوساطه. لماذا تغير مفهوم ومعنى كلمة الجار؟ ولماذا نقلنا من زمن الجار للجار إلى زمن صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي؟ وكيف وصل إلى حد التفجير بالمولوتوف؟ لسه عندنا استفهامات وتفاصيل مكملين بعد شوية. اليقين ان المجتمع المصري عبر عصوره معروف بالسماحة وتقديس الحياة الأسرية واحترام الكبير وتقدير الجيران والتباهي باللمة، لكنه بدأ خلال السنوات القليلة الماضية وكأنه يفقد تركيبته السامحة بعد انتشار العنف في البيت والمدرسة والشارع والجامعة والعمل والدخول في مرحلة خطرة خرجت عن نطاق السيطرة. فما الذي يجري للمصريين وما السبيل إلى إعادة الدفة إلى المسار الصحيح؟ وانضمت لنا أستاذ علم الاجتماع دكتورة نادية رضوان. أهلا يا دكتور. أهلا بك. يعني خناقة المفروض صغيرة في قرية صغيرة تنقلب للانتقام بالمولوتوف في عمق الريف اللي هو المفروض عمق التسامح. هو قطاع صغير من المجتمع بيعكس ما يحدث في المجتمع الأكبر في مصر، مثل المجتمع الأكبر في الشرق الأوسط. يعني دائرة من العنف صغيرة كبيرة، دوائر بتتسع ودي ظاهرة ما نقدرش ننكرها كلنا. فاللي بيحصل في القرية طبعا في أسباب كتير، يعني تراكمات خلال 30 40 سنة. يعني احنا بقينا أكثر عدوانية لما المولوتوف يوصل لقرية صغيرة، ده مؤشر على مدى درجة العدوانية؟ ودي خناقة بين جارتين مش خناقة، يعني مش حاجة. بصي احنا ما نعرفش طبعا أبعاد القضية بالظبط ايه، احنا سمعنا طرف بعيدا عن القضية عن استخدام المولوتوف. استبعدي بقى القضية دي، وعندنا عناصر كتير. خناقة بين شخصين في أي مكان، هنا في القاهرة أنا صاحبة حق مش عارفة أخده، الحكومة أو الجهة الأمنية مش قادرة ألجأ لها لسبب أو لآخر، أو لجأت لها مقصفتنيش. يوم العدالة بسنة، معلش بس هما برضو إحنا في المرحلة الحالية لازم نقدر الظروف. يعني أنا متعاطفة جدا 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 مع الحالة، وفي نفس الوقت أنا متعاطفة جدا جدا مع الأجهزة الأمنية ومع الشرطة. يعني بس حضرتك بتقول إن إحنا في الحالة اللي إحنا فيها دي وصلنا إلى الحق بدراعي. بس احنا مش في الحاله دي بس، احنا دلوقتي كل حاجه اخد حقي بدراعي، لان اولا في بطء تقاضي، في بطء التقاضي دي القضيه الامنيه متراخيه عن قضايا الناس، لان عندها قضايا اهم كتير لازم نكون منصفين. فبالتالي كل واحد بياخد حق الى جانب بقى، كل واحد بياخد حقه. البلطجي ما بيتحاسبش. احنا عندنا من اول يوم 11 يناير شوفي كم من نهب والسرقه واركيديا والاركيديا والناس اللي عملت الفوضى يعني شيء غير عادي. يعني اسوأ ما في الشعب المصري، احنا فينا اشياء سيئه كتير، بس كان في قانون، كان في ردع. اول ما قالوا حريه والناس نزلت الميادين والقبضه الامنيه والشرطه حصل لها اللي حصل، شفنا بقى أسوأ ما في الشعب المصري. ده أنا يعني نتيجة قهر، نتيجة فقر، نتيجة احتياج، نتيجة كبت ثم انفجار. ف
فاللي حصل اللي احنا شايفينه ده ان كل واحد بياخد حقه بايده، يا اما لان مش عارف ياخد حقه بالقانون ولا عن طريق الامن، الى جانب ان هو ما بيتحاسبش الاخر، الطرف الاخر ما بيتحاسبش. شوفي مشهد صغير اللي حصل في باب الحديد ميدان رمسيس، واللي بيحصل في اماكن كتيره في مصر من الباعه الجائلين، ده تطاول على القانون، ده اعتداء على حقي كمواطنه ان انا بمشي على رصيف لا رصيف مشغول، اعتداء باشكال كتير، بروايح، باكل، مش عارفه ايه، مطاعم بتفتح من غير ترخيص، في 100,000 حاجه. مفيش ردع الان، القبضه الامنيه غير قادره على احكام السيطره، فالناس بتبتدي، هو دايما بقى في ثقافه الغاب، يعني بقينا زي غابه طالما ما فيش قمع. هو في توحش في نوعيه الجريمه، ده سببه غياب الردع القانوني وبوط التقاضي، ولا كمان بيرجع للثقافه بتاعت الناس اللي حصل لها خلل ونفسيه الناس اللي حصل لها تدمير؟ بصي هو اللي حصل، هو اصل دي قصه معقده ولها ازرع كتير. طب حضرتك اشرح لنا. يعني مثلا انا فاكره كان في حادثه في ولايه كولورادو في امريكا في التسعينات، مدرسة كولومباين هاي سكول، مدرسة ثانوي، ولدين في الثانوية طلعوا بالبنادق وعملوا مجزرة، هي مسمينها مجزرة كولومباين سكول. وقتها طلع كلينتون قال ان وما عرفوش طبعا، الولدين بعد كده انتحروا، موتوا الضحايا قتل 15 بما فيهم الاثنين دول، واعتقد حاجة و20 طالب جريح. طلع كلينتون قال ما معناه ان هم في عليهم ضغوط جامده قوي، وفي اسباب كتير بقى انا هقول لك عليها بعد كده، بس هو اما كلينتون بالظبط قال بالحرف الواحد they shed bullets instead tears، هم بيضرفوا الرصاص بدلا من الدموع. هو كان بيبرر لهم فعلتهم؟ لا مش بيبرر، بيقول حاولوا تتعاملوا مع الولاد بطريقه تانية. كان معترض على ان في، يعني اللي هو افهموا دماغهم، يعني بالظبط افهموا دماغهم، شوفوا ايه اللي بيتعبهم، شوفوا ايه اللي خلاهم يلجأوا الى هذا العنف. احنا عندنا هنا على الوجه الاخر، احنا من اول اللي كان بيحصل في ميدان التحرير اللي شفناه، المواقع الحاجه احنا شفنا، كلنا شفنا الحاجات دي على التلفزيون، شفنا القتل وشفنا الضرب وشفنا الرصاص وشفنا الاصوات، ودلوقتي بنشوف داعش، الحاجات دي كلها بتغذي داخل الناس حته الايه، اللامبالاه والتبلد، وبالتالي بتولد العنف. في كمان كتاب طلع اسمه، يعني ممكن هنا نفقد انسانيتنا ونتوحش بحس ان الجرائم دي ما تبقاش حادث طارئ نتيجه المتغير الاجتماعي والامن اللي حصل في المجتمع، وانما بتكون يعني اشاره الى ان ده المسار الطبيعي اللي احنا هنمشي فيه، ان وحشيه المجتمع. بصي طالما ما فيش قانون، في المقوله الشهيره اللي انا بحبها قوي اللي قالها مونتسكيو الفرنسي، القانون يجب ان يكون كالموت، لا يستثنى منه احد. طالما في قانون رادع، هل في اوروبا اللي هي اتقدمت دلوقتي، هل في اوروبا حد يقدر وانت راكبه العجله بتاعتك اقدر امشي من الروت او الخط بتاع العجل؟ لا، انا كده اعتديت على حق الاخر، ده انا في حاجه صغيره. هي دول متقدمين، احنا لسه بادئين. طب عشان كده احنا متخلفين. طب عشان مفيش قانون. انا عايزه اقول لحضرتك، هو المشكله في التشريع اللي غائب، او التشريع اللي فيه ثغرات او بطء التقاضي او عدم التطبيق، ولا احنا اللي نفسيا واجتماعيا حصل بعد 25 يناير والانفلات بقى انفلات اجتماعي وانفلات نفسي، فمحدش مستحمل اي حاجه، فبالتالي فانا باخد حقي. هي حلقات متصله كلها، كل اللي قلتيه ده كله عوامل او بنود بتؤدي الى ما نراه الان، كلها اشياء موجوده، كلها لازم تتصلح في نفس الوقت. يعني لو ما فيش بطء تقاضي، طب انا جوايا عنف، جوايا ضغط، جوايا قهر، ما احنا كمان، هو خدي بالك ان الناس اللي هي خلقها ضيق ده وبتستخدم العنف وما بتقدرش، دي واقعه تحت ستاره قهر، يا قهر رئيس، يا قهر فقر، يا قهر احساس بالدنيا، شكل من اشكال القهر بيخلي الواحد يخرج عن السيطره. الى جانب النماذج اللي احنا بنشوفها، افتحي، انا لسه جايه دلوقتي، وانا جايه في ساين يافطه كبيره
عبلة كامل بتقدم فيلم حاجة اسمه أو مسلسل لفت نظري. أنا مش بتابع بس لفت نظري إن هو حاجة دم أو تقصد إن يعني إن فكرة العنف دي بقت صورة عامة. طيب لو أنا المشهد عامل كده أجزاء الصورة عاملة كده إزاي أقرأ بكرة اليوم التالي بقى في المجتمع؟ مش هتقري إلا زي النهاردة إلا إذا اتغيرنا، لأن على طول كمان في يعني داعش. أيوة بفرض يعني استمرار الحالة دي وصل المولوتوف قلب بلد صغيرة، المفروض القانون هنا ياخد مجرى، القانون يشد شوية. أولا أنا متعاطفة جدا مع الأمن ومع الشرطة، القوات مش كفاية، احنا عايزين دلوقتي احنا في مرحلة أنا بقول عايزين وراء كل مواطن شرطي، بقينا في مرحلة تفكك وانهيار ونسيء وتسيب وبلطجة شيء لا يصدقه عقل. فده ازاي هنطلب من الجهات الأمنية ان هي ترعى 90 او تحاسب 90 مليون مواطن بالأعداد القليلة دي والإمكانيات البسيطة دي؟ أو أعداد قليلة وإمكانيات بسيطة ومفيش بتعمل عليها في الحدود اللي موجود، بس برضو في تقصير وفي تجاوز. لا يعني هقولك في والقانون كويس وفي وحش. هقولك في حاجة يعني مثلا لو أنا لسه المعلومة دي مضايقاني جدا، وفي معلومات تانية إن الشرطة لو جت شمعت محل أو مطعم واتيفر أي حاجة وصاحب العين او صاحب المكان وفك الشمع ده ودخل، عارفه الغرامه بتاعته قد ايه؟ 50 جنيه. طب ما هو فنجان قهوه، بنقول ان ده منظومه التشريع كلها محتاجه تتغير. يبقى كده التشريع، القوات نفسها، الثقافه، احنا عايزين نسترجع تحب بعضها، عايزين نتفرج على الافلام الابيض والاسود. انا عايشه على الافلام الابيض والاسود. الناس تحس بالعدل اكيد هيبقى في التراحم ده، بس هو ممكن يكون احساس الناس بالعدل غايب. هرجع لحضرتك بس عايز اسالك، فكرت تاخد حقك بدراعك وترد على المولوتوف بالمولوتوف؟ بصراحه اكيد طبعا. اكيد فكرت كده؟ ايوه طبعا. ايه اللي منعك؟ اللي منعني ان انا عايز اتبع القانون الاول. يعني مش الاول ان شاء الله على طول احترام القانون؟ ايوه طبعا. ولا الخوف من القانون؟ لا احترام القانون. برافو عليك. احترام القانون، بس القانون دلوقتي مش بيديني حق. سهل ان الواحد يا كرم يستأجر اي بلطجية ويدفع لهم فلوس ويعملوا الكوارث دي؟ بقت سهلة يعني؟ من غير فلوس، ما هو عمل كده من غير فلوس عشان ماشي مع واحدة متزوجة، الست دي متزوجة محتفظ بصورها، كان خاطبها قبل الجواز، قبل ما تتجوز يعني ومشي معاها بعد الجواز. طبعا المعلومات دي احنا بلاش نتكلم، لا المعلومات بالدليل والمستندات، لا الاخرين هم اطراف غايبه معانا مش موجودين. لا الحقيقه انا معايا مستندات بكل كلمه بقولها وملتزم بكل كلمه بقولها. يبقى قدام المحكمه، احنا استنى حكم محكمه يا جماعه، ما نتكلمش في القضايا يعني بلاش نتكلم كده. بس ده المفترض ان ده نفسيه بلطجي، لكن حضرتك شايف ان يعني فكره البلطجه دي بقت شيء عادي، وخاصه المفروض لو شيء عادي في المدن عشان الزحمه وعشان التركيبات مختلفه، فالمفروض في الريف ما تبقاش موجوده. البلطجه بقت في كل مكان. في كل مكان بقى في بلطجه، سواء قرى او مدن او احياء شعبيه او احياء راقيه، بقت البلطجه في كل مكان. تفسيرك ليه بقى في بلطجه؟ الانفلات الامني. والمشكله ان احنا بنفهم الحريه غلط، يعني بنفهم الحريه بمفهوم تاني خالص. يعني احنا خلاص ادونا حريه نبقى همج. المشكله في كده. في مقوله لفيكتور هوجو، ده كاتب فرنسي مشهور قوي. ايوه. بيقول الحريه لا تعطى لجاهل، لان اعطاء الحريه لجاهل كانك تعطي سلاح لمجنون. يعني واحد مجنون، اوت اوف مايند، مجنون، بتدي له سلاح في ايده، شو هيعمل بايه بالسلاح؟ فدي مشكلة. صح. طيب انا عايزة اسألك، انت شايف ان الست دي مستوية ومش همامها العقاب؟ يعني مش في دماغها يعني ايه؟ هي طبعا بتنكر ان اي حاجة حصلت زي ديت او ان هي لها علاقة بالموضوع، بس هو يعني انا اول مرة في حياتي اشوفه وما ليش علاقة بيه خالص. واول مرة لو شفتيها تفتكري ان انت رد فعلك ممكن يبقى عنيف معاها، تعملي عنف معاها؟ لا ما افتكرش، لان لو رد فعلي هيبقى عنيف معاها كنت اتعاملت بعنف معاها لما مسكتني ضربتني وخربشتني في المحل.
بس انا قلت خلاص مش مشكله، حكايه وعدت وخلاص يعني، ما حطتش في دماغي ان هي ممكن تعمل حاجه زي كده. طرف واحد يعني، هي ضربتك وانت ما رديتيش الضرب؟ ايوه هي ضربتني وانا زقتها، فهي راحت شايله الحاجات ومبحطراها قدام المحل. هي عندها محل، خايفه على المحل. انا مش عايزه اضربها يعني في المحل، احنا لو ما ضربتش عليها زي ما هي ما ضربتها عشان المحل هيتبهدل. احنا كنا في قلب المحل، هي خسرانه يعني. هي لو لو انا ضربتها في المحل ممكن سهله تقع الحاجات وتبوظ الدنيا وتكسر كل حاجه، فانا ما حبيتش ان انا اتطور عليها. يعني هو مأساوي فكره ان انا يبقى العنف طريقي للحل او للحوار، او ان انا ابقى اعصابي فوق جلدي فانا كل اي حاجه برد العنف. بس على فكره عايز اقول حاجه، مش بالضروره ان كل الناس يبقوا كده، ان العنف في مواقف معينه يبان، ده في عندك عوامل كثيره. احيانا انا او انتي بنتعرض لمواقف يعني تخلي الواحد يخرج عن رشده، لكن عندنا باك جراوند، عندنا خلفيه، عندنا تربية، عندنا أيوة. هو عندك شيء، عندك أشياء ووعي بتعمل لك رادع، لكن في ناس ممكن تبقى فاقدة الحاجات دي فما فيش رادع. يعني إيه فاقدة؟ مين اللي خلاها فاقدة؟ ما هدي بقى نعالج الحتة دي. مين اللي خلاها فاقدة حاجات كتيرة بقى؟ التربية مهمة جدا. حاجة لحضرتك نتكلم في الجزء ده. 7 جرائم قتل تقع يوميا في مصر، أي بمعدل حوالي جريمة قتل كل 3 ساعات. هذا الرقم وفقا لتقرير صادر عن قطاع مصلحة الأمن العام عن معدلات الجريمة في مصر في 2012، ويكشف التقرير عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات وتصاعد حوادث الجنايات بصفة عامة، وزيادة في معدل جرائم القتل العمد بلغت 30% أو 130%. أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350%، أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة 500%. أرقام مخيفة تحتاج إلى مزيد من البحث. لسه عندنا تفاصيل واستفهامات ومكملين بعد شوية. بنجاب تحية لكل مشاهدين ولضيوفنا معانا النهاردة. وإحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية قالت أن في مصر أكثر من 92 ألف بلطجي ومسجل خطر، بالإضافة إلى دخول فئات جديدة ليس لها سوابق أو ليس لها سوابق الرسمية، أغلبهم في الفئة العمرية من 18 ل 30 عاما. وقالت دراسة على المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن محافظات الوجه البحري تحتل أعلى نسبة في أعداد المسجلين خطر، تليها القاهرة ثم محافظات الوجه القبلي. المفاجأة في ارتفاع أعداد السيدات المسجلات خطر 75%، منهن يعملن بمفردهن بينما 43% منهم بيعملوا ضمن تشكيلات عصابية، والنسبة المتبقية بتشترك ما بين الجرائم الفردية والجماعية. دكتور نادية، بصي انت فكرتيني الاحصائيه دي، انا سنه 2000 كان عندي منحه في جامعه نيويورك 6 شهور، وكانت الحادثه بتاعت كولومباين سكول دي حاصله قبلها سنه 99، فقلت طب منحه وفي نيويورك وفي امريكا اعمل دراسه عن العنف، دراسه مقارنه عن العنف بين الصبيه والشباب، دراسه مقارنه بين الشباب في امريكا وفي مصر. وقتها المصريين كانوا ملايكه، يعني الاحصاءات اللي انا قدمتها كانت لصالح المصريين. من 15 سنه تقريبا اهو. اتغيرنا كتير طبعا. كتير. يعني انا حتى وقتها يعني تحملت قوي على المجتمع الامريكي، عندك 1 2 3 4 بيفرز النوعيه دي من الاجرام والعنف بين الشباب، احنا عندنا المصريين ملايكه، حوادث بسيطه حاجات بسيطه. لا السنوات يعني احنا بصي طالما في زياده سكانيه غير محسوبة، يعني دي الزحام، دي ثقافة الزحام. طبعا كوارث الزحام. انت عارفة في تجربة خدناها ودي في ذهني على طول وكاتبة فيها برضو، جابوا فرين حطوهم في قفص، كان فار كده ومكان واسع، القفص واسع، وحط لهم اكل بقوا يتنططوا ويجروا يلعبوا ونطاف وزرف كل، وبعدين يبتدوا يحطوا يزودوا الفرين وفي اكل برضو، يبتدوا يتعصبوا يتنططوا يبقوا فيهم اليرت، يعني مش لا قلقانين قلق، كل ما يزودوا القفص يبتدي فيران، بالرغم ان في اكل. هو هنا الخناقات والعنف ده مش علشان لا الزحمه الزحام، لحد ما وصلوا ان ابتدوا يقتلوا بعض ويعضوا بعض ويغتصبوا بعض الفيران، تجربة عشان الفرين. الزحمة دي شيء كارثة الكوارث.
انا ساعات لما بقعد اتفرج على الافلام الابيض، مش ساعات على طول، انا حياتي بتفرج على الافلام الابيض واسود لازم بالليل لازم. طب هي يعني الحياة مختلفة. ايوه مجتمع الوفرة ولا احنا عندنا في مصر سوء توزيع؟ يعني احنا اعدادنا كتير بس احنا عايشين في مساحة قد ايه، بينما مصر مساحة شاسعة ازاي؟ انت عارفة الرئيس السيسي اما قدم البرنامج بتاعه او كان في انترفيو في التلفزيون، انا يعني كنت محايدة، نزلت 30 يونيو ومبسوطة باللي حصل وسعيدة بيه وكله، لكن الراجل ده انا اكبرته واحترمت دماغه، لان الاول مرة يكون في مصر مسؤول يخطط لمية سنة قدام. الجملة اللي هو قالها في الانترفيو دي خلتني يعني قال انا الخطة بتاعتنا ان على مدار 100 سنة اللي جاية الشريط الدلتا وشريط وادي النيل هو عليه الكثافة السكانية كلها، لا ده هيتوزع في كل أنحاء مصر، في الجبال وفي الصحراء. هو ده أمريكا، عندك في أمريكا 52 ولاية من نيويورك لحد كاليفورنيا 7 ساعات بالطيارة. تخيلي أنت طايرة فوق دولة، لو أنت راكبة العربية أو باص أو قطر، طول ما أنت ماشية كل شوية بتلاقي فيه قرية وخضار وبيوت وعمار وبتاع، وبعدين بيتين وقرية وهكذا على طول، مفيش حتة مهجورة، مفيش حتة مفيهاش population، مفيهاش سكان. فالقصة دي ان احنا يوم ما هنتوزع، وبعدين ان شاء الله البلد هيبقى فيها خير، ويوم ما يبقى الولاد تشتغل ويبقى فيش الجري ورا لقمة العيش، يبقى ميسر وسهل وبحق. طب يعني هنا الاسباب الاقتصادية والبطالة عليها عامل كبير في انتشار الجريمة؟ اكيد. ما انا بقول لك، هي بصي كل العوامل ده انا ما اقعد اعد لك بقى، لو اقعد اعمل لك دراسه بقى وبحث كده زي اللي انا كنت اقول لك 1 2 3 4 مش هنخلص. طب هو في امريكا ده مجتمع الوفره، امريكا مثلا اسباب مختلفه في امريكا مثلا ان السلاح بدون ترخيص، او السلاح موجود في كل البيوت، ما فيش بيت في امريكا، لان هم معظم الامريكان خصوصا بره المدن الكبيره في التاونز الصغيرين او القرى بيبقوا معزولين، فالسلاح موجود ففتحت ايد الولاد. وقتها بقى لما حللوا او هم عارفوش الولدين انتحروا بتوع كولومباين، ودي ثالث حادثه تحصل في مدارس ثانوي من شباب مراهق مدح، يعني بيسموها مساكره. عندهم وقتها قالوا ان التلفزيون والجيمز الجيمز بتاعت التلفزيون اللي فيها عنف فظيع دي، وافلام السينما وهي دي سبب من اسباب العنف، الى جانب برضو ان في حاجات ان في تفرقه عنصريه. يعني شوفي هي امريكا بلد المساواه والحريات، لا ده شعار. طب لكن الاقليات كلها مقهوره. طب انا عايزه اقول حاجه، هل الاعلام والتلفزيون تحديدا اهتمامه بالجريمه ومتابعه تفاصيلها ما خلاش بس عند الناس تبلد ولا مبالاه من فكره الدم والعنف؟ لا بالعكس، كمان اضاف لهم دروس مجانيه للجريمه، انت كيف تفعل الجريمه، او يعني ايه الكتاب يعني الكتاب خلاصه او دليلك الى عالم الجريمه. بصي في كتاب طلع من 10 سنين اسمه اداره التوحش، بتاع واحد اسمه زار حركي، ابو بكر ناجي، بس العنوان حلو. ده الشخص ده كان تابع للقاعده، وهو ده الفكر التكفيري، يعني انت عايز لازم تخلي الناس تتوحش ويبقى في عنف رهيب، بحيث ان السلطات الامنيه ما تقدرش تسيطر على هذا الكم من العنف، ويحصل فوضى اللي هي سميتها كونداليزا رايس الفوضى الخلاقه. هي دي زي يعني دي بالظبط، كده الاعلام هو اللي بيعمل التوحش للناس، او هو اللي بيساهم الى التوحيش. لا هو بيساهم وبيعرض، يعني مثلا الحادثه بتاعت قتل اخواننا المسيحيين في ليبيا على ايد داعش جت على التلفزيون، انا مش شفتها، كانت مؤذيه، انا ما شفتهاش، انا سجلتها، يعني انا عندي تسجيل، سجلتها خرجت المطبخ علشان مش عايزه اقرا
سبت الأوضة عشان مش عايزة أشوف المنظر، لكن قلت دي هخليها كوثيقة للتاريخ لأحفادي يشوفوا قد إيه هذه الفئة من الوحوش. دي سرور الإعلام. جه حفيدي بقى، حفيدي ده 17-18 سنة في الجامعة، بيقول لي شفتي؟ قلت له اه شفته وسجلت. قلت قال لي اشوفه؟ قال لي ما شفتوش، هم اصحابي شافوه انا ما شفتوش عايز اشوفه. قلت له لا ما تشوفوش، شوفوا ليه؟ قال لي انا بشوف الحاجات دي كلها على النت. فانت هتستقي ايه يعني ما اشوفها؟ بقت مشاهد عاديه. بقت مش للاسف. للاسف مشاهد. طب عايز اقول لحضرتك، ظاهره اعداد البلطجيه وبقى منهم ستات، حضرتك شايفه ان دي ظاهره هتتفاقم وتبقى في ازدياد، ولا شايفه ان هي يعني موجوده دلوقتي لها اسباب ثم تنحصر، وان المجتمع المصري هيعود لسماحته اللي كان عليها؟ بصي، طالما القاده الامنيه متراخيه، هي مش متراخيه بمزاجها، الظروف نفسها مش مساعداها، البلطجه هتستمر. يوم ما يبقى القاده الامنيه قويه زي قبل 4-5 سنين ويبقى فيه حساب ويبقى فيه عقاب، وكمان عايزين قوانين أخرى، مش القوانين تفعل فقط، لا عايزين قوانين أخرى أكثر حذر في بعض القضايا. يعني أنا حتة إن يناير ده اللي حصل، أنا كاتبة سطرين كده هقولهم لك. هو بقول يا ريت كان يناير مشال الستاير وشفنا الأباحة وطولة اللسان، في جيش ولا شرطة، وزير ولا سلطة، تجاوز تطاول، مفيش احترام، وشفنا التناحة وشفنا البجاحة وقلة رباية وقلة علام. كمان هو كده تلخيص جامع مانع ومختزل للصورة الحقيقة والمشهد على الأرض. كرم، لو ما خدتش حقك بالعدالة أو ما حسيتش إن العدالة جابت لك حق، تعمل إيه؟ والله وانا لجأت للاعلام، ان انا حبيت ان انا اصور حلقه واطلع في الاعلام على اساس ان في تراخي. يعني احنا بقينا في دوله دلوقتي اللي عايز حقه ما بقاش الشرطه وكده، بقى يشوف الاعلام، ودي حقيقه انا مش عارف اخد حقي بصراحه. طب دي نقطه مهمه ومؤشر خطير على فكره، دي مش حاجه كويسه ابدا إيه؟ الاحساس ده ما انا يعني احنا بنوصل رايك للناس، لكن انا مش عايز ان انا اعمل عمل ان انا اندم عليه بعد كده. ان شاء الله انا ممكن ارد بالمثل. يعني لا ان شاء الله ما تفعلش كده، انت كده في الغابة. انا لحد دلوقتي متابع القانون. انت متخيلة حقك او نفسك حقك يرجع لك ازاي؟ نفسي طبعا العدالة ترجع لي حقي، وهو اكفى حق ممكن اخده القصاص طبعا. يعني زي ما الانسان ده يسوي ليه نفسه ان هو يعمل كده في واحده ما يعرفهاش وعمره في حياته ما شافها؟ يعني انت نفسك ان هو يتضرب عليه من لطوف، ولا ان هو يتحكم عليه من القانوني؟ يعني لو القانون ينفع يضرب عليه من لطوف فيضرب عليه من لطوف، مفيش مشكله. انت عايزاه يحس بالالم، يحس بالتشوه اللي انت عايشاه. انا بقالي شهرين ما بخرجش من البيت وتعبانه ونايمه في السرير لحد النهارده، ولسه في فترة علاج، مرحلة علاج طويلة، مش عارفين هتخلص امتى. ازاي انسان تسول ليه نفسه ان هو يعمل كده في واحدة ما يعرفهاش ولا عمره شافها؟ ازاي اصلا يامره؟ ازاي يامره ان هو يعمل كده في واحدة؟ طبعا يعني حمدنا على سلامتك، ويعني نتمنى ان التوحش ده ما يكونش، يعني يكون حاجة طارئة في المجتمع وتختفي، ومواجهة العنف الذي استشرى في مجتمعنا بات امرا لا يمكن السكوت عليه، ويحتاج الى استراتيجية للبحث في الجذور، وتستلزم حلولا يعني فورية ومواجهة حاسمة مع المعتدين بالقانون والعدالة الناجزة. العدالة البطيئة مميتة، بطء اجراءات التقاضي جعل كثيرين يطبقون مبدأ حقي بدراعي. لابد ان تجتمع كل الاطراف وتتضافر كل الجهود لوضع مشروع قومي لاستعادة الشخصية المصرية وإعادة بناء الإنسان المصري. نحتاج إلى من يضيء قناديل الحب والرحمة في شوارع مصر مرة أخرى، ومن يعيد التواصل إلى القلوب التي تسربت إليها أشباح الكراهية والعنف، من يعيد فرحة الجيران مع بعضهم البعض ويعيد النفوس إلى صفائها القديم، ومن يزرع أشجار المحبة وسط صحراء أيامنا التي اتسعت وتحولت إلى علاقات مريضة. بشكركم وبشكر كل المشاهدين، أشوفكم على خير، شكرا، إلى اللقاء.